حضور العهدة الأولمبية الحالية. إن اللجنة الأولمبية خلال الفترة الوجيزة التي سيكون لي الشرف أن أترأسها ستلتزم باحترام وتطبيق القوانين السارية المفعول، ولهذا وتطبيقا للميثاق الأولمبي فإننا نتعهد بالتعاون مع الهيئات الحكومية من خلال إقامة تعاون متناغم يخدم الرياضة والرياضيين الجزائريين الذين هم في قلب انشغالاتنا. نظن اليوم واجب علينا كاتحاديات رياضية وكفاعلين في الرياضة الجزائرية بصفة عامة نتكتفوا الجهود ونكونوا وراء الرئيس أولا وراء كذلك اللجنة الأولمبية لتجسيد كل أهداف الرياضيين من جهة، ومن جهة أخرى كذلك نعطي رؤية واسعة للأهداف المسطرة عن بعد إن شاء الله.